اهلا بيكم من جديد. حلقه مسلسل الافتكاسه النهارده بتبدا في قريه اسمها الغنغه، هو اللي بيروحوا فيها اخين، الكبير اسمه دونغي ال والاوسط اسمه دونغي ايه، لاخوهم الصغير وهو دونغي سام اللي بيكون واقف هو وشخص ومراته وبيصلحوا سقف البيت بتاعه، ووقت ما بيدخلوا الاخين عندهم بيستاذن الشخص ده وبيقولوا انه هيرجع في وقت تاني علشان يصلح السقف، فبتقول لمرات دونغي سام انهم هيبقوا يكلموه في وقت تاني. وبعدها بيدخلوا جوه وبيكون فيه على الترابيزة عقد هبة، وبيبقى تعويض عن الأرض اللي بتكون مزروعة رز، وإن الحكومة هتاخدها وهتدفع لهم 10 مليار ون. فبيقول دونغي إيل إن التعويض هيتوزع عليهم بنسبة، إن الأخ الكبير ياخد 50% والأخ الأوسط ياخد 30% والأخ الأصغر ياخد 20%. فبيعترض سام، لكن دونغي إيل بيقول له إن ده قانون الوراثة في القانون المدني، وإنه استشار محامي في النسبة دي، والمحامي أكد على كلامه. فبيقرأ سام أول ورقة في الأوراق وبيقول لهم يدوله كام يوم يقرأ الأوراق ويكرر ويرد عليهم. فبيقول إنه مش باين عليه إنه عارف القانون كويس بسبب إنه انشغل في الزراعة وما تعلمش في جامعة سول زيهم، وإن هو عايز ياخد الأرض لوحده لأن أبوهم كتبها باسمه. فبينفي سام الكلام ده وبيقول لمراته تجيب له الختم بتاعه، وفعلا بيختم بعد ما كان مش عايز يختم هو ومراته. وبننتقل لمكتب همبادة مع تشيو هيو اللي بتعدي قدام مكتب يونغو، وبيشوفها كون وبيقول لها هي يونغو ما جاتش لدلوقت، فبتنفي تشيو هيو وبتقول له لأ، وده اللي بيفهمنا ان يونغو بقى لها فترة غايبة عن المكتب من بعد ما قدمت استقالتها الحلقة اللي فاتت. وبيبان على جون هو انه مفتقد يونغو قوي، وبيدخل مكتبها وبيحط لها الهدية اللي كان جايبها ليها وبيطلع. وبعدها بيكون المحامي جونغ في مكتبه وبيمسك استقالة يونغو، لكنه مش بيرضى يوافق عليها وبيسيبها، وبيبان انه اقتنع بموهبة يونغو بعد ما كان شاكك في قدرتها كمحامية. وبنروح ليونغو اللي بتكون قاعدة بتاكل مع ابوها في المطعم بتاعه، وبعدها بيشوف صاحبتها غيو رامي جاية فبيعرفها وبيسلموا على بعض، وبتطلب فطار وبتقعد تشتكي ان عندها مشاكل كتير وان ابوها اخواته ضحكوا عليه. وبنعرف ان دونغ سام كان ابوها، وان الارض كان عليها ضرائب ولازم يدفعوها، وان اتكتب في الورق التاني اللي ما قرأهوش دونغ سام ان هو اللي هيدفع الضرائب دي لوحده، والضرائب دي بتكون 260 مليار ون، وده اللي بيكون نصيب ابوها من التعويض اصلا، بمعنى ان اللي هياخده من الاسم هيدفعه في الضرائب واخواته هياخدوا نصيبهم صافي، وده اللي ما كانش يعرفه سام واتصدم فيهم. وبتكون غيورة ميزة علانة جدا على ابوها وبتحكي له كل اللي عملوه لحد ما ختم على الورق بدون ما يدوله فرصة يقراه حتى. وبتقول لها غيورة مي انهم كانوا فاكرين انهم ما يعرفوش محامي، لكن عندها احسن محامية. فبتسألها يونغو مين هي، فبتقول لها غيورة مي انها هي المحامية دي، لكن يونغو بتقول لها انها ما بقتش محامية وقدمت استقالتها. فبتسألها صاحبتها وابوها عن سبب استقالتها فبتسكت، وبتقول لها انها تبعتها لمحامي تاني بس هي محتاجة المذكرة. فبتقول لها صاحبتها انها في القرية بتاعتهم، فبياخدهم ابوها وبيروحوا للقرية. وبنرجع فلاش باك بيونغو وهي في مدرسة الثانوية بعد ما نقلوا في القرية اعتقادا من ابوها ان اهل الريف مش بيتنمروا او هيقللوا من يونغو، لكن بيحصل عكس اعتقاده نهائي، وان من وقت ما دخلت يونغو المدرسة وهي بتتعرض للتنمر، مرة يوقعوا عليها الاكل ومرة يضربوها ومرة يوقعوها، وردهم في كل مرة عليها كان كلمة اسف. لكن في يوم بيكونوا كلهم بيحضروا درس وبيعملوا مقلب في يونغو، وهو انهم ادوها ورقة مكتوب عليها انها تسأل المدرسة بتاعتها عن دكتور التجميل اللي عامله عنده عينيها، وبتسألها يونغو بعدم ادراك منها، فبتضربها المدرسة وبتمشي، وبتتعصب واحدة من الدرس معاها وبتقوم تضرب البنت اللي كانت السبب في التنمر على يونغو، وبتهددهم كلهم بالضرب. وبنعرف ان البنت دي هي غيورة مي، وبتبقى حبة الغنى من ايام الثانوية. وتاني يوم يونغو بتستنى غيورة مي قدام المدرسة وبتدخل وراها، لكن بتوقفها وبتسألها هي ماشية معاها ليه، فبتقول لها يونغو انها بتحس بالامان معاها وان هي ملهاش صحاب فممكن تبقى صاحبتها الوحيدة، وبتنبهر غيوب اللي يونغو قالته، وفعلا بيبقوا صحاب من اليوم ده. وبنرجع تاني للحاضر وقت ما بتوصل يونغو ابوها وصاحبتها عند دونغ سام، وبتسأله يونغو لو كانوا هم اكبروه على الختم او على الاسمة دي. فبيدافع سام عن اخواته وبيقول لها انهم مش كده وان هم متخرجين من جامعة سول وبيعرفوا يتعاملوا وطريقتهم حلوة عنه. فبتتريق على كلامه غيورة مي ومش بيعجبها الفكرة اللي واخدها عن اخواته، فبيزعق فيها وبتقول له يونغو ان في القانون المدني في مادة بتقول ان لو في اكراه او احتيال في العقد يبقى لهم الحق يطلبوا العقد ده. فبيقول لها سام انهم ما عملوش اي حاجة من دول، وان اخوه الكبير قسم الاسم على حسب القانون، وهو انه اخد هو 50% واخوه التاني 30% وهو 20%. لكن يونغو بتسأله على وقت وفاة ابوه، فبيقول لها انه توفى سنة 2001. فبتقول له يونغو ان مفيش مادة في القانون المدني بتنص على التقسيمة دي، وان القانون المدني اللي متطبق من وقت كبير وحاليا بينص ان القسمة تبقى بالتساوي بين الاخوات، ومش بيفرق القانون بين الاخ الكبير او الاوسط او الصغير، وانهم يقدروا يستغلوا كلام اخوه ده في المحكمة.
لكن بيبان القلق على وش سام وبيقول لها هو كده هيرفع قضية على اخواته، فبترد عليه ينغو وبتقوله ان رفع القضية دي بتبقى في القواضي الجنائية، انما المسائل المدنية بيبقى اسمها رفع شكوى وهيبقوا اخواته هم المدعي عليهم. فبتشجعه مراته وبنته وبالفعل بيوافق وبيقول لينغو انها هي اللي هتبقى معاهم، فبتقول له لا هي هتعين محامي تاني، وبتبعت ينغو صاحبتها للمكتب عندها علشان تقابل المحامي جون غو ويتولى هو القضيه بتاعتهم. ووقت ما بتروح جيو رامي المكتب ومن غير ما تستأذن بتفتح وتدخل، لكن مش بتلاقي حد موجود، فبتقول لها ينغو اللي كانت معاها على التليفون انها تروح لجون هو، وبتسالها جيو رامي على مواصفاته، فبتقول لها ينغو انه مشهور وشكله حلو وطويل، فبتشوف جون هو وكون واقفين مع بعض وبتروح له، لكن هي بتفتكر ان كون هو بيبقى جون هو، لكن بيرد جون هو عليها وقت ما بتسأل كون وبيقول لها ان هو جون هو، وبيبان على غيو رامي انها اعجبت بكون جدا وبتقول لجون هو انها جايه تبع ينغ هو، فده بيخلي جون هو بيفرح جدا وبيسالها هي عامله ايه بحماس، وده اللي بتلاحظه غيو رامي وبتبتسم وبتقول له انها كويسه وانها قالت لها تروح للمحامي جونغ، وبيكون المحامي جونغ جاي وراهم فبيشاوروا لها عليه. وبنروح لينغو وهي بتساعد ابوها في تقديم الاكل في المطعم، لكن بتلاقي صعوبه في انها تنقل الاكل، وكمان بتقدم نصايح للزباين انهم ياكلوا حاجه تاني غير الاكل ده، فبياخدها ابوها وبيقول لها ما تتكلمش في حاجات مش ضروريه. وبعدها بترن عليها غيو رامي وبتكلمها في التليفون وبتقول لها ان المحامي جونغ رفض الشكوى، فبيقول لها انه ما رفضهاش هو بس قال ان النسبه في المكسب فيها ضعيفه جدا. فبتفتح غيو رامي السبيكر وبتقول له ينغو ان في القانون المدني في ماده بتقول ان اي احتيال او اكراه يقدر يلغي العقد، فبيقول لها انه مش هيمسك الشكوى دي وانها لو عايزه تترفع فيها وتدافع عنها يبقى تيجي هي وتتكلم معاها شخصيا، وده بيفرح جون هو جدا. وبيقفل المحامي جونغ، وبعدها بيقول غوان غو ابو ينغو انها لازم تروح بنفسها وبيلبسها الجاكيت بتاعها، لكن هي بتقرر تروح بالمريولا بتاعت الطبخ، وبتروح غيو رامي تاكل مع المحامين وبتكون فرحانه انها قعدت جنب كون، وبتسال تشو هيو المحامي جونغ مين دي، فبيقول لها انها صاحبه ينغو. وبتوصل ينغو وبيسألها جونغ على الماريولا وامتى فتحت المشروع الخاص بتاعها، فبتقول له ان ده مطعم ابوها من زمان، وبتقول لهم انها ما ينفعش تلاقي ابو صديقتها بيفلس بسبب نصب اخواته عليه وانهم محتاجينها وهتساعدهم، فبيقول لها جونغ يبقى لازم ترجع وتدافع هي عنهم، وان هو دلوقتي موافقش على الاستقالة بتاعتها، وبيبان على كون انه متضايق وقت ما بيسيبهم وبيمشي، وبتزعل غيو رامي انه مشي، وبالفعل بتوافق ينغو انها ترجع المكتب. ووقت ما بتبقى خارجة ينغو بيجيلها جون هو وبيقول لها انه اشتاق للأكل معاها، فبترد عليه وبتقول له ماشي، وبيسألها لو راحت المكتب بتاعها لأنه شايل لها هدية هناك على مكتبها، لكن بتصدمه ينغو وبتقول له انها رمتها لأنها ما كانتش تعرف انها منه، فقال لها انها كانت سريعة قوي في الخطوة دي. وبتيجي غيو رامي وبتاخد ينغو، ووقت ما بيمشوا بتحس ان جون هو مركز جامد مع ينغو وهي ماشية. وبنروح لأول مرافعة في المحكمة واللي بتسأل فيها ينغو الأخ الأكبر دونغ إيل على القانون اللي قاله لسام وإنه استشار محامي فيه، فأنكر ده وبتعيد عليه ينغو السؤال مرة واتنين لكنه بيفضل ينكر، فبتقول له ينغو إن الخلف في حلفان اليمين بيعاقب عليه القانون، فبيعترض محامي المدعي عليه وبيقول إنها كده بترهب المدعي عليه وبتخوفه، وإن مفيش حاجة في القانون بتقول إن المدعي عليه يتعاقب حتى لو خلف باليمين، وبيستهزأ بيها وبيسألها أنت مدرستيش ده في القانون؟ فبتقول له ينغو إن في القانون المدني في مادة من مواده بتقول إن مفيش فرق بين المدعي والمدعي عليه عند الخلف بحلفان اليمين، وبتردها له ينغو وبتسأله هل أنت مدرستيش ده في القانون؟ وده اللي بيفرح المحامي جونغ وجون هو كمان، وبيفضل دونغ إيل مصمم على كلامه، وده اللي بيخلي القضية تقول إنها محتاجة دليل علشان تحكم، لأن القضية نسبت إنها في مصلحة ينغو ضعيفة قوي. وبيخرجوا كلهم وبيقابلوا الإخوات الاتنين مع سام، فبيقولوا له إن أمه وأبوه مش هيكونوا عايزين ده كله، ووصلت لأن هما يدخلوا ضد بعض في المحكمة، وبتحاول ترد عليهم غيو رامي، لكن جونغ بيسكتها لأنهم في المحكمة، وبيسألهم المحامي جونغ على أي دليل أو أي حد شاهد على الكلام ده اللي كان بينهم، فبتقول له مرات سام إن الشخص اللي كان بيصلح السقف كان موجود، فبيقول لها سام إنه مشي وقت ما إخواته جم، فبتقول له إنه مش هيمشي وهو ساكت، وده اللي بيأكده سام. وبنعرف ان الراجل ده بيحب يسمع كل حاجة بين الناس وعلشان كده بيروحوا ليه وبيسألوه، لكن بيقول لهم انه استحالة يسمع لأسرار حد، لكن بيرجع يقول انه هو وهو بيربط الجزمة سمع كل اللي ما بينهم، وان ده سذاجة من سام انه يصدق كلام اخواته على القانون، فبيفرحوا كلهم حتى جون هو بيفرح معاهم. ووقت ما بيكونوا راجعين للمدينة تاني فبتتحجج غيو رامي بانها تقعد النهاردة، وبتنادي على جون هو وبتقوله ان في قرية بتبعد عن هنا 30 متر بس ووقت الغروب فيها بيبقى جميل، وده مكان مثالي لأي اتنين بيحبوا بعض، بس بيبان على جون هو انه مستغرب من كلامها، وبتركب ينغو وبتمشي. ووقت ما بيبقوا راكبين العربية بيحاول جون هو يفتح معاها اي موضوع، لكن رد ينغو بيبقى مختصر
فبياخدها للغروب وبيشوفوه سوا، وبتتكلم ينغو على الحيتان والدلافين، وبيسألها جون هو لو انها شافت حيتان حقيقية قبل كده، فبتقول له ينغو لا، فبيقول لها اكيد ما شافتش احواض الاسماء، وده اللي بيخلي ينغو تنفعل وتقول لجون هو ان الاحواض دي تعتبر انتهاك لخصوصية الحيتان وسجن ليهم، وان الدلافين بتموت بعد 4 سنين لما بتتحط في الحوض للسمك وبيأكلوهم الاسماك المجمدة بس، وده بيخلي جون هو يعتذر ويقول لها انه ما كانش يعرف المعلومات دي كلها، وده اللي بيهديها شوية. وبعدها بيسألها عن سبب استقالتها ولو ان صاحبته هي السبب، فبتقوله ان السبب انها برغم انها المحامية ينغو الا انها دايما بتحس انها ينغو المصابة بطيف التوحد وانها مش لاقية راحتها، فبيقول لها جون هو انه محتاج واحدة زي ينغو معاه وانه محتاجها جنبه، وبيبان على ينغو انها مبسوطة بضحكتها البريئة. وبالليل بيروح كون للمحامي جونر وبيسأله انه ليه برغم اجازات ينغو كتير وانها ما كانتش بتحضر انه خلاها تاخد القضية وما اخدش غيابها بعين الاعتبار، وانه عارف ان المحامي جونر عامل حساب انها من ذوي الاحتياجات الخاصة، فبيقول له المحامي جونر ان ينغو متفوقة جدا وانها بتعمل شغلها صح، وده الحاجة الوحيدة اللي اخدها بعين الاعتبار، وان الاحسن لكون انه يتعلم منها. فبيسمع كون وبيقول حاضر وبيمشي. وفي المرافعة التانية بتسأل ينغو الشاهد على اللي حصل وقت ما مشي، وبيقول لها انه ممشيش، هو كان بيربط الجزمة بتاعته قبل ما يمشي، فبتسأله ينغو على اللي سمعه، لكن الصدمة بتكون ان هو الشاهد قال انه ما سمعش حاجة لانهم كانوا جوه البيت وهو برا، وبيتضح ان الشاهد واخوات سام متفقين سوا واشتروا شهادته، فبتنصدم ينغو وبتعيد السؤال تاني وتالت ونفس الاجابة، وبتسكت ينغو وبتنتهي الجلسة. وبالليل بتبقى قاعدة ينغو مع غيورة مي، وبتكون غيورة مي سكرانة، فبتشتم عمامها وبتقول لها ان الدليل كان ضعيف وكأنه لازم يعني يصنعوا دليل، وهنا بتيجي فكرة لينغو. وتاني يوم بتروح غيورة مي وأمها وسام لثانوية جدهم اللي بيكونوا عاملينها عمامها، وبتبدأ غيورة مي تشرب وتشتم في عمامها وبتقول لهم انهم اكلوا حق ابوها، وبيتخانقوا كلهم مع بعض وبيضربوا سام وبنته، وده اللي بيبقى قصدينه، وبتتصل امها بالشرطة وبيروحوا للمحكمة بالكدمات والكسور اللي عندهم، وبتسأل القاضي على سبب الضرب ده، فبتقول لها ينغو على اللي حصل وانه تعدى عليهم وقت الثانوية، ولكن بيعترض محامي المدعي عليهم وبيقول انه ممكن يكونوا عملوا كده قصد عشان يلغوا الدعوة، فبتقول له ينغو انه ما عندهوش أدلة على الكلام اللي بيقوله ده، فبيسكت. وبتطلب من القاضية انها تبقى على دعوة الاحتيال والإكراه، وتحول الدعوة الأساسية للضرب بموجب المادة اللي بتقول ان اي حد بيعتدي على حد بالضرب وبيكون بينهم عقد بيتلغي العقد، وبتوافق القضية على كده. وبعدها بيروح جون هو وينغو لغرفة الاجتماعات الكبيرة، لأن جون هو قال لها أنه عامل لها مفاجأة هناك، وأول ما بيدخلوا بتنبهر ينغو بشكل الغرفة، ولكن جون هو بيقول لها أن المفاجأة في ظهرها، فبتلف وبتتفاجئ برسم الحوت كبير جدا وبتفرح بيها قوي، وبيفرح جون هو عشان هي فرحت. وبعدها بتروح ينغو لغرفة الاجتماعات، وبيدخل دونغي إل ودونغي إيه وبيعتذروا لسام وبيقولوا له أنهم غصب عنهم وان ده كله كان بسبب الديون اللي عليهم وان هم طمعوا، فبيقول لهم سام انه مش هيبقى زيهم ويطمع في التعويض كله لوحده، وبيقول انهم هيدفعوا الضرائب من التعويض وبعدها يقسموا اللي يتبقى عليهم، وبتقول ينغو ان اللي هيتبقى بعد الضرائب هي 6 مليار ون، وبيوافقوا دونغي ال ودونغي اي وبيمضوا كلهم على العقود، وبتوشم غيورة مي على ايديها مادة القانون المدني اللي انقذت ينغو بيها سام وبتحضنها جامد. وفي مكتب المحامي جونغ بتدخل ينغو بعد ما بتخبط على الباب، وكالعادة بتعد لتلاتة وبتدخل وبتقول لجونغ انها ممكن ترجع للشغل تاني، فبيقول لها ايوة لانه مقبلش الاستقالة بتاعتها، بس ما بقاش ليها اجازات لانها اخدت اجازة كبيرة، فبتقول له ينغو انها اصلا ما كانتش بتاخد اجازة، وبتمشي وبترجع ينغو لمكتبها بعد ما بترجع اسمها عليه وبتبقى فرحانة بيه جدا. وبنرجع بفلاش باك من 3 شهور لما المديرة هان راحت لغوان غوهو ابو ينغوهو المطعم بتاعه وكلمته وقالت له انه قدم لبنته في المكتب عندها، وان الموظفين عندها غلطوا ورفضوا تعيينها في الوقت ده، ومن غير ما تعرف بتقول له هاني يقدم لها تاني وهي هتقبلها، وبتودعه هان وبتمشي في عربيتها، وبتكون جايبة مقال عن ينغو في التليفون وبتقرب صورتها وبتقول انها شبه امها. والعبرة من حلقة النهاردة هو ان اكل حق الناس مش بيعدي بالساهل، وان الضمير في شغلك بيثبت مكانتك وقدرتك، وان توفيق ربنا لوحده قادر ينجيك من اي حاجة، والاحلى بقى ان لما يبقى في ايدك انك تسامح حد سامحه وسيبه يشيل ذنبه قدام ربنا. بس يا ترى المديرة هان ايه اللي بيدور في دماغها؟ وليه يكون مش قابل ينغو كده؟ وهل علاقة جون هو وينغ هتتطور؟ كل ده هنعرفه في الحلقات الجاية من المسلسل، وعلشان كده انزل اشترك في القناة لو ما اشتركتش، وفعل زر الجرس، وما تنساش وانت معدي كده تدوس على اللايك. وكالعادة احب افكركم بالاشتراك في قناة فيلم الا ربع، لان عيب بجد تبقوا بتتفرجوا عليها وما تشتركوش في القناة، علشان توصل لكم اجدد الملخصات بصوتي. الفيلم ده كان بصوت احمد فاروق. اشوفكم الفيلم الجاي. سلام.